السلام عليكم. لا 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 لا، ثانية 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 ثانية. السلام عليكم، معاكم سحس. اليوم انا في تركيا، مدينة بورصة بالتحديد. عندي هنا تحديين حبيبكم تشاركوني فيها. التحدي الاول حيكون على فاكهة الكستنة اللي هي معروفة عندنا في السعودية بأبو فروة. حروح مصنع كستنة السلطان، حنشوف تجهيز الكستنة من اولها لين اخرها لين ما تتغلف بالسكر بحالاتها بلذتها. ما حقول، ما حذكر اسمها الثاني الفرنسي، عارفين ايش هي، لانه الاتراك حيزعلوا مني، فنحن حنسميها الكستنة السكرية. اوكي، التحدي الثاني اكيد شفتوا الصورة بس حنخليها مفاجأة. يلا يلا، انا مرة متحمس. جابوا لي هنا فوق ال 200 حبة، فوق ال 10,000 سعرة، تقريبا 11,000 سعرة أو أكثر. الله أنا ماني مصدقكم، هي أكثر. فا حنقول بسم الله. It's طهمجة تايم. السكر طبعا مظبطين عشان أنا عارف يومين بدل يوم واحد خلوها تنقح. لما تاكلوها فريش هنا الطعم مره غير. شوفوا كيف الشيء اللي لسه بتنقط منه. نسيت اقول لكم في انواع شوكولاته بس هم حطوها زينه، هذه ما حد تاكل. كده 50 شكله خلاص كفاية. يلا سلام. ما حد يجي يناولني بالله لو اوصل لهناك امزح. يلا شوفوا تنقص. ما عندكم شيء مالح؟ أنا ما بتكلم كثير لأنه تقريبا في 50 نفر حوالي ترى ورا الكاميرا، حوريكم بعد ما أخلص. كده خلصنا اول 105. هذه المشكلة هنا. هاي وصل، ما وريتكم اياه. شوفوا كيف شكلها، حتى لونها غامق اكثر. دلعين بدي يصعب الموضوع.
دينيس كم وزنه؟ 204 كيلو؟ الموضوع فيه 4 كيلو اكيد مو بلطان زيادة شوي. You have to come down a little. Joe Adnan, the business director and manager of the company. Come down just a little. Yeah, so the camera can see you. قالوا لازم يدوني آخر وصلتين. تدقمني. في طراطيع جابوني طراطيع هو عيد ميلادي اليوم؟ Happy birthday to you! تمام كده خلصنا ده التحدي كده حلينا دحين التحدي اللي بعده يلا نشوفكم في التحدي الثاني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله Thank you رجعت لكم في الصراحة أخذت يوم راحة بعد الميتين حبة كستنا وجيت على مطعم أكثر الناس بيطلبوه مني مطعم مدينة براك هندخل جوا حنجرب كم أكلة إن شاء الله تعجبكم أنا عارف ما هو تحدي مرة كبير بس الأكلة مرة لذيذة خلينا ندخل جوا نشوف التجهيز إيش بك بتضحك؟ أهلا وسهلا كيف حالك؟ إيش بك بتضحك؟ أنا مبسوط أنا شكل مبسوط أنا السلام عليكم معاكم سحس اليوم معنا الشيف براك حجز ايش حتطبخ لنا؟ اليوم سوى عشانك لحمه بالصينيه وانا بعرف انت اللي حب اللحم بالجبن يس سوى انا عشان هذا اهلا وسهلا انا حسيبه يطبخ Thank you.
ايش هذه كمان؟ هذا الضلع. ضلع؟ ايه حروف ضلع نورمال صغير. ايوه. اما انا افكر اليوم انت جاي هون جوعان سوي كبير. الرجال انا فاهم فيه. عسل عسل عسل. أحسن مطعم مطعم مدينة أحسن شيف جزائري. بدا كبيرة اهلا وسهلا. اهلا وسهلا منور مطعم. ايوه حبيبي هذا عشانك. انتوا شايفين اللحمة هذه؟ في سكين؟ في سكينة. أيوة. لازم نجيب له سكينة. هذا عشانك. كيف شفت ادم؟ العظمة تخرج زي العسل حبيب والله. في جبنة في الموضوع. طباخي سامي سامي. انتوا شايفين الموضوع؟ شايف؟ هلا والله. ما اعرف اتكلم. تفضل شوفي ما اتكلم. شايفين ايش بيصير؟ يلا تفضل. اوكي شكرا. يلا حنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اتس طهمجة تايم. طهمجة تايم. بصراحة اللحمة فظيعة. يا اخي فنان. ايوه كذا. ثانك يو ثانك يو. شكرا شكرا. هو قاعد يدلعني بيقطع لي اللحمه. بصراحه انا قاعد اتهنى بالطعم. لك انا تعبان. انت مو تعبان؟ انا انت تعبت الرجال. والله انا تعبان. انت مبسوط هلا؟ انا مبسوط. انت مبسوط؟ استعبع شوي. شوف اكل كبير. ايش ما كبير كمان سوالي العيش باسمي ما شاء الله. ثانك يو. شكرا شكرا شكرا. ده عشانك كمان. مطعم المدينة شيف براك مو طبيعي. اهلا وسهلا منور المطعم. لازم حلا. هتحلي معايا؟ اوكي. عم بسال كنافه كنافه. كم كيلو كنافه؟ واحد كيلو واحد كيلو بكفي؟ ايوه واحد كيلو. يعني الحمد لله. والله انا عندي مطعم. ايوه ثلاثة مطعم. مطعم مدينة ثلاثة مطعم. انا كل يوم الحمد لله شوف ناس كثير كل الدنيا. اما انا ما اشوف عالم مثلك والله. انت الاحسن واحد من قلبي والله. شكرا ممنون كثير حبيبي. شكرا يعطيك العافية. الله استاذ براك بصراحة فنان. طب انا سلام والله.
ايوه هاتن مره لذيذه هذا ورق عنب سبيشال مطعم مدينه تيار 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 طيار معي ما ينفع ايوه بابا ما اقول لا انا ما يعني انتوا تشوفوه دائما لما يطبخ ويرمي لكم الورق العنب ترى الورق العنب مو طبيعي ان شاء الله يسمع يلا وهالتاج ورق عنب شو استنى ورق عنب والله والله هذه اخر وصلت لحم انا عارف انه ما كفتكم هذه الكميه فنحن حنسوي تحدي ورق عنب كمان لا هذا كثير هذا كثير ها هذا كثير هذا لا لا هذا خليه هذا مره لذيذ هذا مره لذيذ عشان كذا لذيذ يسويها بنفسه هو مين حب شغل مين حب شغل تنظيف الحمد لله كويس يعني هذا الدبس الرمان ما حلو دبس الرمان مره بيدلعني على اخر اليوم الله انت اكلتني انا باكلك حبيبي جنن والله اخر حبه انا والله ابو مثلك والله اخلاص مش مصاري برافو 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 في نص حبه ما اكلت مفضل كيف هذا لا 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 صينيه لو سمحت انا بعرف الصينيه إيه الفضل الصينيه انا حاكم الصينيه انت كل الصحن ده صح ممتاز يا اخي الصوره هذه تعدل كده هذا يعدل احلى شيء الندوبه طلعت من الفرن وعلى طول هنا قدامي يلا محبوب شكرا توشة ساعة آخر ساعة أنا راي نام والله أنا كنت الحمد لله كتير شبعنا أنا لازم نام إيش راح تروح؟ مع السلامة مطعم مطعمك والله فضل بعدين صار فواكه فواكه وأنت مرايح الحمد لله لا خلاص حبيبي ثانك يو شكرا شكرا حبيبي أهلا وسهلا والله أنا يعطيك العافية أنا شوف فيديو تبع يوتيوب كتير شوف أنت أنا وأنت شوف أيوه انا افكر هذا الرجال لا ما متاكل كله يعني انا افكر هيك كان صار نمره ماسكره ايوه والله انا اشوف اوريجينالي انت والله باكل انت فنان انت اللي فنان انت اللي فنان حبيب والله ماشي من جد مع السلامه اهلا وسهلا مع السلامه احسن مطعم مدينه في تركيا اهلا وسهلا مطعم مدينه والله حبيبي حبيبي شكرا مطعم شكرا طيب شكرا خلص الكنافه الحانه سابوا المطعم لينا احلى كنافه بصراحه مره كانت لذيذه ما اعرف ايش حسوي دحين انا اقول لك ايش اسوي ايش فيك ايش تبغى كستنا مين كستنا انت ايش جابك هنا انت انا براك والله بصراحه وحشتنا عندنا 20 حبه هنا من الخير خلص ايش رايك لا مو تحدي باكل واحده بس كذا يعني بعد الكنافه ما ينفع طيب ايوه بالعافيه حبيبي وكمان الله يحيي متابعينك ايوه فروعنا في السعوديه ايوه مكه وجده والرياض والمدينه خصم 25% حلو واللي في بورصه خصم 15% سمعتوا؟ كافة وروع شركة كارديلان عندكم 25% من التاريخ هذا إلى التاريخ هذا يعطيك ألف عافية خذ الكرتون وامشي كله لا لا شيل الكرتون والله كلها بس انت امشي من الكرتون خلاص كفاية ال 200 حاكلها والله إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو لا تنسوا تسووا شكرا العافيه ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو لا تنسوا تسووا لايك شير وسبسكرايب ولا تنسوا تتابعوني على سناب شات عشان الاسبوع ده كمان حنوزع 3 ايام في توب السندي
معكم سحس، نشوفكم الأسبوع الجاي، سلام.